صحيح، يعني كان لي شرف أن أشارك في بدايات حياتي. أنا كان عمري في بداية العشرينات من هذا العمر، عندما اتخذ قرار المسيرة الخضراء جلالة الملك الحسن الثاني آنذاك، فرئيس تحرير صحيفة الرأي التي كنت أعمل فيها اتخذ قرار ونشره على الصفحة الأولى أن الصحيفة ستشارك في وفد إعلامي وسياسي في المسيرة الخضراء. فالحكومة الأردنية ارتأى أيضا رئيس الوزراء يقول أنه لا يجوز لصحيفة أن يكون لها موقف سياسي أكثر من الدولة، فاتخذت الدولة الأردنية أيضا قرار بالمشاركة، وكنا نحن في الصحيفة من ضمن هذا الوفد الرسمي المكون من 20 شخص إعلامي وسياسي للمشاركة في. يعني كيف تم اختيار هذا الوفد الإعلامي؟ نحن في الصحيفة تم اختيار الإعلاميين، أربع زملاء أنا وثلاثة معي، ورئيس التحرير كان متواجد أيضا نفسه، وثم أصدقائهم من السياسيين، يعني أطباء سياسيين في العمل السياسي هم، لكن هم أطباء وأكاديميين في الجامعات ووزراء سابقين، ويعني تم تشكيل الوفد. ثم الدولة شكلت بأشخاص يعملون في الحكومة، يعني في وزارة الشباب، في أذكر من الأسماء يعني اللي بعرفهم طبعا يعني المدة طويلة جدا، وإحنا بنحكي عن قبل ما يقارب أشرفنا على 50 عام، أنا من 75 الآن. قبل الدخول في التفاصيل، طبعا ممكن نتكلم عن السياق السياسي. كانت علاقة طيبة بين لا هي البلدين، العلاقة بين يعني قائدي البلد لا لا ما. أنا الراحل واصل الحسن الثاني. أنا كنت سأصل إلى ذلك، لأنه أصلا اتخاذ قرار كهذا يؤكد عمق هذه العلاقة. العلاقة كانت يعني أكثر من علاقة بين دولتين، بين جلالة الملك الحسين وجلالة الملك الحسن الثاني. أولا بينهم أبناء عمومة في الأصل، ثم دائما يوصف القائدين في الحكمة والروية، وكانت دائما المنطقة العربية، ولا زالت طبعا يعني في وضع سياسي متأزم، فكان في توافق أردني مغربي واضح للجميع من خلال الزيارات المتبادلة، من خلال التواصل، وإحنا إعلاميين نتابع ذلك يعني من البدايات. فتشكلت الوفد الإعلامي، تشكل هذا الوفد، وأتينا إلى المغرب العزيز أعتقد، طبعا سألت، وانطلقنا. أنت كنت أول زيارة لك للمغرب، لا هي أول زيارة إلي في حياتي خارج عمان، لأني أنا عجيب. شاب جديد، كان أول مرة أنا بغادر بلدي إلى المغرب، لتغطية حدث كبير طبعا، حدث كبير جدا يعني، ويعني وأنت أيضا في العشرينيات من العمر. في بداية العشرينات، حتى هلا قلت لك قديش إنه أنا الآن عمري 71 سنة، فتصور يعني مولانا قبل 50 سنة تقريبا، ما يقارب ال 50 49 شيء. فكنا برضو في هذاك الوقت يعني في شعلة داخلية لدى الشباب العرب في موضوع القومية العربية والدفاع عن حقوق العرب والدفاع عن الأراضي العربية، فكان في ذهننا دائما في قبل أن أصل إلى المغرب إنه أنت ذاهب للمشاركة في حدث عظيم لاستعادة أرض عربية، فهذا لوحده شكل لدينا يعني حافز أكثر. حافز هائل، يعني كنا متشوقين لذلك أن نصل ونشارك. طبعا كانت سلمية المسيرة اسمها الخضراء، يعني وهي طبعا كانت سلمية لأنه كما أسلفت في البداية القيادة جلالة الملك الحسن الثاني يعني اتخذ قرار حكيم جدا أنه أعلنها أنها سلمية، ونحن 350 ألف يعني من المغرب 350 ألف، وأنا بكون يعني 350 لأني من خارج المغرب رقم 350 وواحد يعني واحد، أنت واحد منهم طبعا. ف
يعني كان الحدث عظيم جدا، وبقينا انا طبعا من اول يوم يعني جيت طبعا قبل انطلاق المسيره ب اكيد بيومين او ثلاثه، و اخذنا هذه البطاقه اللي انا عرضناها امبارح وهي معي الان، ممكن اعرض لك اياها. يعني هذه هي البطاقه اللي انا بحملها من ذاك الوقت السابق، وهي موقعة من شخص. هذه تم تسليمها لكم من أجل يعني تسير المهام. طبعا أنت في أي مؤتمر في الدنيا، في أي حدث لازم تحمل بطاقة الموافقة الدولي، يعني هذا وضع طبيعي. إحنا حتى الآن في مؤتمرات القمة اللي بنحضرها، وفي القمم العربية، وفي المؤتمرات المشتركة بين الدول، نحصل على هذه البطاقة. نعم طبعا، تقوم في عدد من التغطيات بدايتك، ولكن هذا حدث يعني استثنائي، هذا ليس مؤتمر ولا نشاط سياسي ممكن في يوم. لا، هو انا اشوف بالنسبه لي كانت بدايه حياتي العمليه. انا يعني في العشرين، انا مش كان لي فقط في الراي سنه او سنه ونص، يعني فاني اطلع على هيك حدث كان شيء عظيم جدا، وهو الحدث عظيم اصلا يعني، وكان عليه تغطيه عالميه هائله، يعني يتوجه 350 الف شخص في السيارات والشاحنات ومشيا على الأقدام. وهيك كان لما انطلقنا من مراكش من الساحة الرئيسية، أنا أذكر ذلك، طلعنا بطريقة عفوية. ما فيش زي كانت عندكم فكرة مسبقة على طبيعة الحدث وطبيعة المجال؟ أولا نشوف لطبيعة الحدث، نعرف إحنا كإعلاميين أنه شو الحدث، لكن هم عملونا رحلة قبل يومين أو ثلاثة من انطلاق المسيرة، من انطلاق البسيرة، وطلعنا بطيارة عسكرية من التي تحمل المظليين، فيش فيها كراسي العادية، فيها على الجنبين وش اسمه، وكادت أن تقع فينا في تسقط لا الطائرة، لأنه المطار ما فيش مطار في الصحراء. أي مطار كنت ناوي؟ ما فيش كان مطار. لا، مطار طنطان ولا لا 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 لا، ما في مطار، في الجيش عامل في أي مدينة كان هذا الحدث؟ بالصحراء، أنا هذا اللي كنت أعرفه. وأنا لأني شاب صغير في السن وعندي منفعل وحاب أعرف كل شيء، طلبت من الشباب اللي حاطين سماعات في داخل الطائرة، هم جنود بسلاح الجو المغربي، إني أشوف الطيار أعلى من الجلوس في درجتين أو ثلاثة، فوافقوا لي فطلعت وجلست معهم. وإحنا بنهبط على الأرض لأنه المطار ترابي، يعني طيارات عسكرية، يعني مش مطار مجهز زي هاي المطارات المدنية أو المطارات العسكرية حتى المجهزة، بس هو لأنه ترابي، وكانت الصحراء، فجانت عاصفة رملية من الأرض ضربت الطائرة من الأسفل عند الهبوط، فكانت تتميل فينا، ثم ما هبطنا عدنا إلى أغادير أذكرها، ثم عدنا برا إلى مراكش أو الرباط، يعني لا أذكر، بس أغادير 100%، لأن جلسنا ننتظر الطقس، وكان في طيارات هليكوبتر تحمل عدد من المسؤولين متوجهين معنا، برضو رجعت لأن الطقس ما كان بيسمح. الطائرة كان فائدا إعلاميين عرب، إعلاميين دوليين. ما هو هذا اللي أنا حكيت للزملاء هون، إنه الوفد ليس فقط أردني، الأردنيين إحنا كنا 20، بس أذكر إنه كان في معنا سعوديين، كان عمانيين، وكان إماراتيين، مجموعة من الإعلاميين العرب، لأنه حدث بطبيعته راح يجي إعلاميين. كان معنا أجانب من الدول الأجنبية كثير، من مصر كان، لأني أذكر أن إحدى الزميلات كان صوتها المصرية طالع بالطائرة لما كان الهواء يضرب بالطائرة، فكان صوتها طالع جدا، فعرفنا أنها أختنا المصرية. ومن النوادر في الطائرة اللي صارت معنا أنه كانوا المصورين الأجانب اللي معنا مش عرب، الطائرة في هذا الوضع كانوا صوروا صور صور صور، تسمع صوت آلات التصوير. فلما هبطنا بسلام في أكادير سألناهم أنتم إحنا رايحين نموت يعني الطيارة، قال إحنا 201 أو 150 أو 180 لا أعرف الرقم، بس هو رقم كبير جدا الطائرة، قال إلا يجدوا أحد الأفلام ويتحدث عن أكبر كارثة صحفية في العالم
يعني انا هذا كله اعي جيدا يعني. ثم ذهبنا بعد الانطلاق الى الصحراء وصلينا عندما بدات المسيره يعني وصلنا الى المنطقه المحددينها طبعا، وكان في شيك اذكر هذا الشيك وكما تحدثت يوم امس، وصلينا ركعتين عند الشيك ثم كان لنا عند منطقه الطاح كان طبعا لا اذكر طبعا الاسم. في نفس المكان الذي صلى فيه الملك الراحل الحسن الثاني بجوز، بس انا يعني حتى اكون دقيق لا اذكر اسم المنطقه، بس اكيد يعني هم باكلين لانه احنا مش رايحين، احنا هي لوحدنا في جهات امنيه. فصلينا ركعتين وكان معي كان معي زميل، هذه لازم اذكرها، كان معي زميل مسيحي عجيب المسيحي فقال لي للزملاء طيب انت تصلوا، قلنا له بدك تصلي يعني هون بدك تصلي، قال لي طيب انا مسيحي مش قلنا له صلي، صلى طبعا معنا اي من ولكن لماذا تصلون؟ هذا عرف انه انت تشكر الله سبحانه وتعالى انني قد استعدت المنطقه، وهذا الصلاه هي شكر لله عادت الصحراء لاهلها من هون كان يعني. وكيف كان ظروف العمل؟ ثم جلسنا في الصحراء ليلتين او ثلاثه لا اعرف، بس في خيام نحن الوفود اخذونا خيام، بقيت ال 350 الف ناس كانت بالسيارات يعني اشبه بالحج ايام الحج على عرفه، تشوف هاي المجموعات في الصحراء خيام بسيطه صغيره خيام يعني. فمضينا ايام حلوه بالصحراء، وهذا هو تاريخ. وانا لبست لباس الطوارق الأزرق متذكر اللون مشان الغبرة، يعني كان غبرة في الليل لما ننام وهذا يعني. بس رحلة كنتم تقومون بالمراسلات بالمراسلات حتى عدنا إلى المدن كان ما فيش تليفونات وإيميل مثل هذا لا طبعا، كنا الفاكس أحسن وسيلة كانت الفاكس، وتنتظر على الدور حتى يجيك دور انت كصحفي. كان عندنا معاناة، مش احنا في المغرب، كل العمل الاعلامي والصحفي كان في معاناة. الان التكنولوجيا بكل شيء. وانت ما هي يعني اهم المحطات التي ما زالت راسخة في ذهنك من خلال التغطية، من خلال لقاءاتك بالناس وبعد مشاهداتك؟ يعني شوف احكي لك، يعني انا بالنسبة لي كشاب في هذاك الوقت كان الشيء عظيم اني اشارك يعني هذا في سجل الحياة. أنا امبارح كرمت الاحتفالية، حصلت على تكريمات كثير في حياتي، لكن صدقني مش مجاملة، حسيت بإحساس خاص لدرجة إني لما كنت بدي ألقي الكلمة يعني سبقتني بعض شيء الدموع، يعني مش ماخذ راحتي أحكي، لأنه تاريخ مشرف انك تشارك في عمل. انت مش رايح رحله سياحيه يعني، ولا جاي دعوه من المغرب في هذاك الوقت في 75 حتى تزور اماكن سياحيه وتتفرج تكتب عن 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 المغرب. لا، انت كان في احساسنا انه انت بتشارك عمل عربي قومي في تحرير ارض، يعني هذا لحاله بعمل عندك شعور تفتخر فيه. أنا حتى بحكي لأولادي دائما وهذا، إنه أهم شيء كان في حياتي. كل أنا حضرت مناسبات كثير وقمم عربية كثير وزرت معظم أنحاء العالم وعواصم العالم، لكن صدقني كان أهم حدث بالنسبة لي إنه بداية حياتي بدأت هذا المشوار في الصحراء المغربية. نعم، تقريبا بعد 50 سنة الآن سيد غيلات تعود إلى هذه المنطقة. يعني امبارح وحكيت لهم إنه من المفارقات إنه أنا لما طلعت الطائرة من الدار البيضاء إلى مكليم لجلميم جلميم في شبه بين الطائرتين بالمناسبة اللي أخذتني على الصحراء إنها المراوح مش طيران الحديث الجديد. فتذكرت وحكيت لزملاء الطائرة إنه هذه عادتني إلى الذاكرة، إنه نفس الطائرة بشكل طبعا تكنولوجيا اكيد مختلفه، بس المراوح الجانبيه هاي نفس عادتني كروني ارجع للصحراء وانام بالصحراء كما نمت اول يوم وثاني يوم هذا واليوم الى يومين
حتى بهذا الكم يعني بهذا الشكل الآن أنا فيه وأقرب كان لهذاك الوضع، لكن هلا طبعا الأمور متغيرة وبشي متوفر يعني. فشيء عظيم، وأنا اللي كنت بتمنى إني أجد في المغرب جمعية أو شيء لمجموعة من الذين شاركوا من القيادات الإعلامية من الإخوة يعني، حتى يتكون شيء يعني يستمر في التاريخ للأجيال القادمة. ما بعرف، سألت لسه ما وصلتش لنتيجة. بتمنى إنه نعرف برضو من الداتا الموجودة في جهات المسؤولية هون، إنه زي ما هو أنا حامل هذه البطاقة، أنا متأكد إنه في بعض الدول العربية من يحمل هذا إذا كان على قيد الحياة. نحن طبعا يعني اللي بعد 50 بتمنى سنة بتمنى أشوف طيار مثلا إنه عايش ولا لا، اللي كان لما حملنا ما في مش لاقي إشي في ترابط بين اللي شاركوا مش البعض يعني. هي في جمعية للمشاركين ولكن من مستوى شعبي يعني مش مستوى الإعلامي. بس برضو لازم إحنا لا أنا قصدي عربي يعني أن يكون هناك شيء تواصل في شيء معين. وبتمنى يعني إذا شفت ناس من المسؤولين في المغرب سأطلب هذا الطلب. يعني بعد 50 سنة صغير، كسؤال أخير، ما زلت تحمل تلك البطاقة؟ ما الذي تمثله لك هذه البطاقة؟ تاريخ وذاكرة. تمثل لي تاريخ يعني، أنا بالنسبة لي أولا كبداية حياة، ثم بتمثل لي كيف كان الشعور العربي وحده يعني بقعة أرض متر في الصحراء المغربية زي أي متر في الأردن. يعني هذا الشعور الآن للأسف مش موجود. يعني هذه الشيء الداخلي في موضوع العروبة تفكر كثير. أول لا، أنا طبعا إحنا جيل، الحياة من جيل إلى جيل، لكن بحكي دائما مع أولادي إنه بعتقد لو الآن صارت هاي العملية ما بكون في مشاركات كثير، لأنه ناس تغيرت حتى تراجع. بس أنا أقول لك هذا الرحلة بتمثل لي كل شيء في بداية حياتي. يعني إنه أنا شاب شاركت هاي مناسبة اطلع لهاش أي واحد مبتدئ، فأنا طلعت وأنا مبتدئ إني أشارك في حدث كهذا الحدث، وحدث مهم في وقته كان طبعا للآن إحنا بنتائجه يعني شغالين والأمور بعد يعني الصحراء. ف راح أروح العيون، طلبت من الإخوان بس مش في هاي الرحلة يعني. لازم أروح أنا المناطق، لازم أروح المناطق طبعا بعد 50 سنة هناك تطور كبير على مستوى الأرض. ف يعني الأمر بيد الله، بتمنى أن يزورها مرة إن شاء الله. على هذه الأمنيات إن شاء الله تتحقق. حبيبي الله يسعدك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا النبش بالذاكرة، ذاكرة 50 سنة مش سهلة طبعا. لا طبعا يعني هو بتأكد أنه أنا صرت في سن متقدم لما بسمع 50 سابقة كان عمري بالعشرينات، فيعني أنا هو شيء واحد بيقلب الإنسان أنه العمر لما بتشعر أنه أنت تقدمت العمر يكون في ألم غير ظاهر عندك داخل. فيعني هي النقطة السوداء في هذا الموضوع هو التقدم بالسن فقط، ولا لا أنا بتمنى يعني إني أرجع من جديد وأرجع للصحراء زي ما رجعت. إن شاء الله طول. أنا الآن بالصحراء. طول العمر والصحة والعافية. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بشكرك.